только после 20 отошлись наш дом. Конечно, я рядом. كملي يا شوكار. عشان انت حمار يا دكتور. انت يا بنتي حمار ليه بقى ان شاء الله؟ كل ده يعني عشان عايز احب في الاول؟ اختك عندها حق، ما تتعبناش بقى يا ابني، ما تتجوز اي بنت كويسه وخلاص، ما انت كده كده سنه ولا اتنين وهتكرهها. معقول يا شوشو تكوني لسه ما اكتشفتيش الرومانس اللي جوايا؟ عارفه ليه؟ عشان طول عمرك شايفاني شريف الطبيب. وكس، ما انا حافظاك من واحنا في اولى طب. خد يا شوشو، تصدق احنا نعرف بعض من زمان قوي؟ فاكر لما كان معايا استيكه ريحتها فراوله طمعتي فيها اكلتيها؟ اه يخرب بيت ضحكتك، لسه هطله زي ما انت. بقول لك يا شوشو، هو انا لسه زي ما انا ولا اتغيرت؟ لا زي ما انت. حمار اكتر واحد عنيد شفته في حياتي، ما تسمعش الا نفسك وبس. حمار ولا مش حمار يا مدام؟ حمار طبعا. انت بتزيد يا مدام شاديه على اساس يعني ان في حد من 3200 واحد اللي انت اتجوزتيهم اشتكى لك من دكتور التجميل بتاعك، ولا فيهم واحد بس عارف انك عامله عمليه واحده؟ الشيخه بقى هاتي لي 300 جماعه. ده بقى اجدد حاجه مدام شاديه، دي حاجه لسه نازله. بصي جميل. مدام شاديه لو احتاجتي اكتر من كده ممكن نحط 3 4 مع بعض، مفيش مشاكل. يا جماعه انتوا مش فاهميني على فكره، والله ما فاهميني. انا كل الموضوع ان انا عايز احب بجد. اشمعنى مدام شاديه؟ عارف يا دكتور، انت لو ما كنتش اخويا كان بقى في كلام تاني. شكلك حلو. بحب اتفرج عليك قوي من زمان وانت بترسم، من ايام ما كنت صغير، بس الفرق دلوقتي ان انت بقيت اكبر من اللوحه. ايه بقى جايه كده وعماله تلفي في البيت ومنشكه وعماله تعكسيني؟ احمد ابني عنده بكره معرض في الجامعه وعايزك تيجي معايا. اشمعنى بقى؟ احمد فنون جميله وانت بتحب اللوحات وعايزه افرجك يمكن يعجبك. لوحات؟ عايزه اخطب لك من هناك. انت عبيطه يا نجوى؟ عايزه نخطب واحده قد احمد ابنك؟ انت لا كده حبك ولا كده عجبك، الكبار صاعوا ونفخوا وفسوا، والصغيرين انت عبيطه يا نجوى. اسمع بقى يا شريف، انت بكره جاي معايا المعرض في بيت هناك انا حاطه عيني عليها. أنا مش فاهم أي حاجة من اللوحة ديت يا أحمد. دي؟ أيوه. معلش اتفضل أنا آسف. دي يا دكتور الباليرينا الحائرة. ما شاء الله، جيل جميل. خد. قال الباليرينا الحائرة قال. راجل غريب جدا. جدا. ها؟ ليه ليه؟ في لوحة تانية في المعرض متكلمين عليها أكتر من الباليرينا؟ عندي خبر انك يا احمد، واحد هيفرحك واحد هيزعلك. ليه اللي هيزعلني؟ البالارينا مش عاجبه حد خالص يا احمد. كنت متاكد، كنت متاكد. انا كده امينه، لو حياتي مش هتفهم غير لما اموت. ها ليه الحلم؟ بس عندي سابت صاحبها. الفصلان ده هيهلك ابو امي، وخلي شوف بيعمل ايه معاها. ما ينفعش اشوف الباليرينا. ده ربنا اللي خلق البني ادمين عشان يتجوزوا ويخلفوا ويفرحوا في عيالهم. نجوى نجوى، احنا مش هنقضي حياتنا كلها بنتكلم على موضوع الجواز ده زي جون مجدي عبد الغني. فين البنت؟ خلاص عندي عياده. اهي الصغنن ده زميلة احمد في الدرس، بس انا مش فاكره اسمها خالص. ايه
صغيره قوي ده يا نجوى. بس يا هبل، دي تربيها على ايدك واديها سنتين واتفرج عليها يا شريف. واتفرج عليها بعد سنتين ليه؟ انا عايز واحد اتفرج عليها دلوقتي. ورحمه ابوك وامك بقى، ما تتعبني معاك، اسمع كلامي المره دي. ماشي اوكي، روحي هاتيها. وايه دي اللي هاتيها؟ انت اللي لازم تروح تتعرف عليها وتبذل مجهود، مش هتبقى شريكه حياتك. يعني صغنن وهبذل مجهود؟ بتهرجي ولا ايه يا نجوى؟ ايه ده؟ ايه عايزاني اخش في وسط الناس كده اقول لها صباح الخير انا دكتور شريف عريس؟ لا انا هقول لك تعمل ايه. النهارده اسعد يوم في حياتي. التلات 2/5 بسنت ثابت صاحبها. ايوه كمان مره، بسنت ثابت صاحبها. يعني القلب جريحه. خش يا احمد. ما نمتش ليه؟ داخل انام. غسلت سنانك؟ لابس انهي بوكسر؟ السيكي الكحل. ما لبستش التومي الابيض ليه؟ ما في الغسيل يا امي، في الغسيل. طب يلا نام. طب اقفل النور بس بعدين. اقفل نفسك. تعالى قذرة جدا. حظك اليوم خليك في الصغنن. نجوى فين؟ نجوى مش موجود. نجوى مش موجودة؟ وأحمد فين؟ أحمد موجودة فين؟ أحمد موجودة؟ حبيب خاله. خاله الشيف؟ إزيك يا بطل؟ تعال 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 أوريك جايب لك إيه؟ بص بقى، كيت كات ومصاصة، بس مش هناكلهم مع بعض، هناكل دلوقتي الكيت كات والمصاصة هنأجلها ليه بقى؟ عشان خاطر سناننا. مبسوط؟ جدا. طب مين حبيب خاله؟ لا قول قول مين؟ مين؟ أنا؟ طب مين حبيب روح قلب عيون خاله؟ مين؟ هو أنت جاي عشان ماما ولا إيه؟ أنا؟ لا يا انا جاي عشانك انت حبيب. انت اول مره تطلع لي الاوضه. تصدق بص يا احمد، بصراحه انا جاي لك عشان موضوع تاني، موضوع اهم واكبر. تعال اقول لك. معلش بس خلاص، ما بحبش اللمس. ماشي، احنا اتغيرنا يا احمد، ما بقيناش زي الاول. انا جاي عشان الم العيله النهارده في حضني. انا جاي احضنكم يا احمد. ايه؟ طبعا اذنك يا خالو، انا لازم استحمى. طب والعيله؟ انت خارج يا احمد؟ بس مش دلوقتي، بعدين. ورايح فين بقى؟ عيد ميلاد واحده صاحبتي. والله؟ واسمها ايه بقى صاحبتك دي؟ امينه محمود. امينه، دي اللي كانت معاك امبارح. دي اللي كانت معاك امبارح يا احمد؟ دوبار 9. وماما بقى سايباك تخرج لوحدك ولا جايه معاك؟ امي دي يا شريف المصيبه الوحيده اللي في حياتي. صغنن صبرني على القعده معاها، ان هي بتاكلني ببلاش. كل حاجه عندها مكتوبه. ايدك يا صغنن. السواقه، الخروج، التلفزيون، التكييف، درايه الكابينيه.
ده انت حلو يا وانا. الله يخرب بيتك، انا جوه مودياني لفين بس؟ دي وصلت لي الدرجة يا شيف اني بقيت اتمنى ان امي تطلع ست منحرفة عشان اعمل اللي انا عاوزه. يا اخي دي ملبساني بورنوس بقالها 4 سنين، 4 سنين نفس البورنوس. شوف ده اداء، انا هطلع لك دلوقتي هتشوفه قصير جدا. والفوطه، الفوطه يا شيف نفس الرابطه، لازم اربطها نفس الرابطه. 4 سنين على الحال ده. يعني اقسم لك بالله انا بيجي لي بجد بجد يا اخي شيف ساعات ما بحسش باي حاجه خالص. امبارح ما كنت متوقع حاجه كده. عيلة قذرة جدا. Okay, I tell her bring it back like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you act a shy fog. Come and show me that you're with it. Ahmed, how you know that I'm with it? With it, with it, with it. Stop playing, how you know that I'm with it? With it, with it, with it. لا ما انا قالك الصبح ان عندي عيد ميلاد هنا. سبحان الله يا اخي قد كده يا احمد والله. والله يا ابني الدنيا دي قد كده. انت اللي بتعمل ايه هنا؟ انا كان عندي كشف ولسه مخلص حاجه. ماشي هنا في المكان ده. المهم انت وحشني جدا يا ابو حميد والله، عشان كده انا هقعد معاك شويه كمان. مبسوط؟ عشان مين العيله دي؟ مفيش خصوصيه خالص. وانت عامل ايه يا ابو حميد دلوقتي؟ والله يا شيف في امتحانات، وانت عارف شهر الامتحانات ده صعب جدا. شهر الامتحانات ده احمد بالظبط عامل زي شهر العسل كده، بس الفرق ان انت العروسه. مين خلي القذر ده؟ وايه اللي جابك بدري؟ شو قصدي لما تيجي بدري يا شيف الناس بتحبك اكتر. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو يعني لو واحد معجب بواحده وعايز يعبر لها عن شعوره، يعني هي احسن طريقه. الواحد ده بقى يبقى انت؟ لا طبعا. اه يبقى اكيد واحد صاحبك. مظبوط. طبعا. طب وصاحبك ده بقى بيحبها قوي قوي؟ جدا. طب هي حلوه؟ فشخ. طب هي جايه النهارده؟ ايوه. طيب اول ما تيجي وريها لي عشان اقول لك تقول لصاحبك يقول لها ايه. شكرا. ايه ده؟ ايه سكرت ولا ايه؟ امينة وصلت. روح انا اسلم واجيلك تاني. انا اسمك اتفضل.
está muy alegre. Me prometió Domitila prepararme los tamales. Mira qué rico cocina y la salsa que se sabe. Échame de salsa, tomate, huevo, comino y sal. Y pimienta. Échame de salsa, tomate, huevo, comino y sal. Orégano también, que le falta. Échame de salsa, tomate, huevo, comino y sal. Ahora sí. Échame de salsa, tomate, huevo, comino y sal. Échale un poco. يا بطل فين صاحبة صاحبك؟ ما جاتش. ما جاتش؟ كل صاحبك يقول لها انه بيحبها. النهارده اوسخ يوم في حياتي. الاربعاء 3/5 خلو الشريف رقص بسنت وبسنت انبهرت. خلو الشريف علق بسنت وبسنت استجابت والقلب ما بقاش كريح. القلب بقى سعيد ورجعنا تاني الى قوقعة الصديق اللذيذ. ويلكم تو ذا فريند زون. احمد غسلت اسناني غسلت اسناني ولبست البوكس الابيض واستحميت ولمعت الاوضه بقى. خش نامي بقى، خش نامي. استكني يا امي، استكني استكني. خيال قذر جدا. ايه انا موافق نروح نتعرف على اهل الصغن، بس نتعرف بس. ايه ده، ايه ده، بتعملي ايه؟ بتعملي ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ هتخطب؟ نخطب؟ اقول لك نتعرف، ما اقولش اخطب. مبروك يا حبيبي. نتعرف يا حبيبي. يا رب واشكرك. مش عايز اسمعني خالص. ها؟ ايه ودن اتقطع؟ اخر سمعت كلام اختك. هتخطب خلاص، هتتجوز. كبرت كمان يا وليا. ايه ده؟ في ايه؟ بقول لك كل الموضوع ان احنا هنروح نتعرف بس. يا حبيبي اخيرا هتخطب يا شريف. احمد برضه واقف مبلول تحت التكييف. وريني. وكمان لابس البوكسر اللي بيضايقك كده. غلط غلط ولا مش غلط يا احمد؟ غلط. سي سوري. سوري. المهم انا بقالي سنتين عاوز اتكلم معاكي في موضوع. اتفضل اتكلم. البرنوس صغير جدا عليا، صغير جدا. انا كبرت خلاص، عايز برنوس اكبر. خلاص يا حبيبي اجيب لك غيره. شكر شكر جدا. في موضوع تاني برضه عايز اتكلم معاكي فيه. موضوع ايه؟ ايه النضاره انت مختارها لي دي؟ ها؟ ايه ده؟ مش كفايه انها كبيره عليا؟ وعمال في البعض عمال اظبطها في كده كل شويه. شكلي غبي جدا. شكلي غبي ولا مش غبي؟ ها؟ انت عايزاني يكون شكلي غبي؟ مش كده اذكى بكتير.
انت كيوت لولي يا حياتي في الحالتين لولي. انا لازم ما احبش حد يلمسني. المهم في موضوع ثالث وهو اهم الموضوعين اللي فاتوا عايز اتكلم معاكي فيه. اتفضل. انا بلبس ليه؟ ها؟ عايز توديني على فين؟ رايحين نخطب لخالك شريف. احمد في ايه؟ بسنت. ها؟ بسنت مش كده؟ اه يا حبيبي زميلتها في الجامعه. اه عقبالك يا حبيبي. يلا البس البس بسرعه وحسني. ايه القذرة؟ ايه القذرة؟ ايه القذرة؟ بقالنا ساعة قاعدين، أمال الحاجة فين؟ مامي؟ لا مامي قدامها شوية وهتبقى موجودة، هي بس كان عندها شغل وأنا نسيت أقولها إن أنتوا جايين خالص. عسل. طب والحاج فين؟ بابي. لا الحاج والحاجة منفصلين من زمان، أنا عايشة مع مامي بس. طب ابتسمت لما الحاج والحاجة يجوا يبقوا كلمونا إن شاء الله. يلا بينا عشان إحنا بنتهزق. أحمد عنده حق على فكرة، إحنا لازم نمشي. معلش يا حبيبي بينا بقى استنى شوية كمان. أهي مامي جت. انت يا مشخه لما تبقي عازمه ناس في البيت عندي مش تعرفيني؟ اتفضلوا اقعدوا. ايه المقابله الزباله دي؟ احنا لازم نمشي. عكس مقابله حلوه جدا فيها، احنا لازم نقعد. انا يمكن اخطب لك واحده اما تعملي بمنتهى الكليه. طب مش هنخطبها اصلا. طنط بهيره صاحبه مامي وشريكتها في الشغل. مين دول؟ احمد معايا في الجامعه، وطنط نجوى مامته، وده شريف بابا. بابا انا بابا الشحت ده، انا خاله دكتور شريف من احسن دكاتره التجميل. بس بسم الله ما شاء الله، يعني مش احمد صغير قوي على انكم تخطبوا له؟ لا الحكايه مش احمد خالص. الحكايه احمد جدا، اقسم بالله انت خال محترم ورقي. ايه رايك بقى في المفاجاه الحلوه دي؟ انت عظيم. مامي انا وشريف اتعرفنا على بعض من فتره وبقينا اصحاب، فعزمته عشان نبقى اصحاب اكتر بقى. خلاص يا مشخ. انا مثلا مطلقه ورانا كمان مطلقة. شوف عينيك برقت ازاي؟ شفت؟ عشان خالك المريض صور لك ان احنا فريسة، نسوان سهلة ورخيصة. ايه ده؟ بتكلمي يا ست انت؟ يعني ببساطة جدا ممكن نتشعلق في دراعك ونروح معاك شقتك، صح؟ ايه اللي انت بتقولي ده يا بهيرة؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ ثانية واحدة، أنا ورانا موقوف حالنا ليه؟ عشان مطلقات، يعني كبرنا تمشوا معانا، تصاحبونا، ده تمامنا معاكم، لكن يوم ما تفكروا تتجوزوا تفكروا في الصغيرة عشان عذراء. فيرجن؟ هي فيرجن دي اللي ظبطت الأداء؟ أضربك بالجزمة ولا أعمل إيه دلوقتي يا بهيرة؟ الناس ولاد 60 كلب دول، أنا آسفة اللي جبتك هنا، يلا حبيبي، يلا نمشي. أقسم بالله ما هنمشي، يا ولد. لازم تعذرني على صراحتي يا شريف، أنت داخل على نسب، يعني لازم ما تخشش على غش، لازم تخش على نظافة. تخش إيه وأطلع إيه؟ ما قالت لي الجنة اتعرف، إيه يا مدام؟ إيه يا بسنت؟ سوري بجد يا شريف، بس بهيرة دايماً بتحب تهزر. تراجعوا. دلوقتي جايين يتعرفوا بعد ما كانوا جايين يشبكوا. معاهم حق، يعني جايين يتسلوا بقى. ايه يا ست انتي؟ انتي محدش مانع عينك ولا ايه؟ من ساعة ما جينا هنا محدش يتكلم غيرك، انت هتسكتي ولا ما تجيبي تقلم على وشك؟ نجوى بس بقى. الناس دي مش هينفع نخسرهم على فكرة، الناس دي كويسة جدا، احنا بس اللي لسه مش فاهمينهم، وبالذات الحاجة. بقول لك يا شريف، طب بالنسبة للموضوع اللي كنا بنتكلم عليه في الأول، ما نرجع له تاني. يا ابني قاري السود ده، عامل بتشوف قوي بروح امك. ايوه كده. شريف بقى ده كمان لسه ما عرفوش. ولما انت لسه ما تعرفيهوش يا بنت الكلب، جايبهولي البيت ليه؟ ها جايبهولي البيت ليه؟ نطي عليا يا بنت الكلب.
اهدي بس اهدي يا رنا، ما تطلعيش عقدك فيها. عقدي اطلعها فيها؟ انا هفضل عايشه على عقدك كتير؟ مامي شادي طيار ممكن اسافر معاه؟ خلاص يا بنت الكلب. مامي كريم لاعب كوره اروح محل استاد. اهدي يا بنت الكلب. بس 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 ايه المشكله؟ انا بحب الناس. بحب امك يا اختي، بحب امك وريحتي الاول. استهدي بالله بس استهدي بالله، استهدي بالله كده وصلي على النبي يا حبيبتي. يلا انت خشي جوه، خشي جوه، امسكي خشي جوه مسكاه. وري وري في ايه بس معصبه نفسك ليه؟ بتطلعي كل هم في البيت ليه؟ هتعقديها ولا انت مفضوحه؟ لو ما بطلتيش تنتقديني هلم هدومي وبنتي اولى بيا. في 60 داهية ده انت فضحتيني قدام الناس. لو ايه كل مثل تضربيه تشعيني فيه ليه؟ قلت لك 100 مره في العلاقات اهم حاجه الصراحه. بلا صراحه بلا زفت، مش عايزه اسمع صوتك ولا صوت حد. مالك يا ماما متعصبه كده ليه؟ مش فاهمه لعب العيال ده. عيله هبله جايبه لي واحده هبل جاي يتعرف على اهل واحده يخلفها. مين اللي يخلفها؟ لا على فكره هو ما يخلفهاش خالص، انت اللي مخلفاها. وان كان ده مضايقك فعشان انت منفسنا. وانا نفس ليه؟ ده حتى مش ستايلي. لا حش حش يا بت، وانت مقطعه الستايلات. بس امها. ايوه امها. خلاص دي اخر واحده دي. شوف اللي فوق ما نجدهاش. ها اتزنقتي قوي؟ حملي على اللي تحت. ميرسي يا دكتور. باي يا حبيبتي. مش قالك ما تجهدهاش؟ بيت شكلك قطعت ارزاق. في ايه يا بت؟ ايه وبعدين بقى في البت كمان الصغيره دي اللي انت عشمتها وخليت بيها تم فيها ايه؟ عشمتها وخليت بيها كمان؟ مجنونه يا بت. وانا لحقت اعرفها اصلا عشان اعشمها؟ انت مش عايز تبقى غلطان في حاجه؟ اهلا اهلا مدام عفاف، اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ ازاي حضرتك؟ How are you? Fine. Hi. ميرسي. ايه المشية الحلوة دي؟ أما ميرسي. مش عايزة أطول عليك عشان أنا كمان ما عنديش وقت. ده شيك ب 100,000 دولار. عايزاك تخليني شبه نانسي عجرم. أدفع لحضرتك أنا شيك ب 200,000 دولار وتقولي لي إزاي؟ بلاش نانسي. خليني شبه مديحه الحجازي. هو بغض النظر ان انا معرفش مين مديحه الحجازي دي، بس واضح كده من كلام حضرتك ان هي واحده ست، فما ينفعش برضه يا مدام. هو انا هعرفك شغلك ازاي؟ شغل ايه يا مدام؟ هو تعجيز ولا ايه؟ ما ترد يا شويكار. ثواني حل الموضوع. طيب يا مدام، احنا في بس شويه حفر هنلقطها تمام عشان بس يبدا يشتغل على النظافه. تمام. اوكي اتفضلي معايا. سابت يو. اتفضلي. خلاص افت يا ربي. اتفضلي. نانسي عجرم. ايه ده؟ ولا عجرم نفسه. هلو هلو. ايه ده؟ الله عيلتك حلوه قوي. شكرا. ازيك؟ ازيك؟ ايه ده؟ انت لما بتبقى فاضي بتقعد تلعب هنا؟ احيانا يعني. انت عارف ان دي اول مره بدخل عياده دكتور تجميل؟ والامارات الصغنطاطين اللي زيك هيعملوا ايه بعياده التجميل؟ لا بجد انا عندي مشكله في اللاف هاند اللي هنا، عايز اظبطها. بص امسك كده عشان تفهم انا عايز اقول. تمام تمام شايف. ثانيه هوريك صوره في الموبايل. بص دي صورتي بالمايو. لا هو بصي، هو في الحالات اللي زي دي تحديدا يفضل ان انا اشوف صوره افهم منها جينات الام. ما عندكيش صوره لمامي؟ ثانيه واحده. صوره لمامي. الله يسترك كده. لا ما عندكيش صوره لمامي ملط؟ اقصد يعني ان لابسه بنطلون بس افهم منها يعني بس شكل الجينات. ثانيه ادي كويسه مثلا. ايوه ايوه ها حلوة مامي. لا 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 مش محتاجين عمليات ولا حاجة. بتقفلي في وشه السكة ليه؟ ها؟ ما ترجعي له. مش عايز ترجعي له ليه؟ في حد لاقي راجل في الزمن ده يمشي يقول لا عايز ارجع؟ انت عبيطة يا بهيرة؟ ارجع لواحد متجوز ليه؟ يعني أول مرة يتجوز؟ ما هو طول عمره بيتجوز. قولي لنفسك واحد ماشي يتجوز على روحه، أحط نفسي معاه تحت ستريس ليه؟ عشان مثلا هيموت بقاله 10 سنين يتمنى يرجع لك مثلا؟ فعلا بقاله 10 سنين يتمنى يرجع لي. ما اتجوزش فيهم غير 16 مره، منهم 3 خدامات. هقول لك حاجه هتزعلك مني، انت السبب في كل الفشل المحيط بيكي ده. نعم انا السبب في ايه؟ عايزه افهم. انت اللي ضيعتي حمزه من ايديكي، ما احتوتهوش. بهيره هديكي بوكس في وشك. الراجل عامل زي كوبايه الشاي، ما تبقيش البسكوته اللي لما تتدب في كوبايه الشاي تدوب وتتوه يضطر يضيع على بسكوته ثانيه تسليه. خليكي زي الرغيف الفينو، يتدب في كوبايه الشاي يطلع شافت الكوبايه كلها تنشفيه. بصي علينا كده، اتنين ستات زي القمر، مدة الصلاحية لم تنتهي بعد. إلا ما في حد من المرة عبرنا ولا بص في خلقتنا، إلا ما في راجل دخل تف في وشنا وخرج.
انت بالك قد ايه ما تبستيش؟ قبل ما اتطلق بيوم. يعني بالك 10 سنين ما تبستيش. ايوه يا بهير، انا بقالي 10 سنين ما تبستش. اخر مره اتحضنت امتى؟ بس يا بهيره بقى، انا فعلا بقالي 10 سنين ولا اتبست ولا اتحضنت. بقالك قد ايه ما ابوس ايدك ارحميني، كفايه ما تضغطيش عليا اكتر من كده. انت نفسك في ايه دلوقتي؟ نفسي اتبس يا بهيره. قوليها من جوه. نفسي اتبس. قوليها بصدق. نفسي اتبس. قوليها بثقه. نفسي اتبس. خلي العالم يسمع. نفسي اتبس. نفسي اتبس. هي ماما مالها؟ معلش اعذر هرموناتها. 10 سنين نقطه نقطه. يخرب بيتك اللي انت بتقوليه ده. يجي عليا ايه دلوقتي؟ الحقيقه. نهار اسود، يقول عليا محرومه. انت فين ناقصك في التراب ما تواجهي الحقيقه؟ اخرتي الناس كلها على فكره عارفه انت. اخرتك على بقك. اقفي اسلوبي طولك، ثقه بالنفس، الناس كلها عذراكي. 10 سنين فوق احتمال البشر. تاني اب. هاي مام. هاي مامي، كنت عايزه الكريدت كارد بتاعتك عشان اشتري حاجات. وشريف كان جاي يسلم عليك. حاضر يا حبيبتي. ازيك يا رنا، عامله ايه؟ اتفضلي. طيب ها يلا بقى ولا ايه؟ لا انا قاعد. كان بجد يا شريف؟ لا والله ان شاء الله. طيب خلاص يلا نخلص بقى كلام. باي باي مام. باي باي. ازيك يا رنا؟ ازيك يا شريف؟ عامله ايه يا رنا؟ القطه دي بغبغان، مش واخد بالك ولا ايه؟ بيتكلم؟ نو نو. الله، حلو قوي الكلب ده. ده نوعه ايه بقى؟ يوركشاير. وده بيحرس ايه؟ ده تحطيه في خزنه ياخد باله من خاتم، ولا في درج ياخد باله من ساعه؟ لا، في التلاجه ياخد باله من العسل. دكتور سليمان، هو فين دكتور فتحي؟ الحمام يا احمد. بص يا دكتور فتحي. ابص ايه يا ابني وزفت ايه؟ انا بشخ. انا اسف بس الموضوع مش بستحمل تجيل. بقول لك انا بشخ. بص يا دكتور فتحي، انا المسؤول عن المشروع. بقول لك بسنت حمزه مش هينفع تكون معايا. ليه مش بتاعت شخ؟ يا ابني مشيها خلاص، اعتبر ان بسنت حمزه غارب في 60 داهيه. مش هتقول لي رجعها تاني؟ ها؟ اصل مش عارف هي عملت فيها ايه؟ الله يلعن ابوك وابو بسنت حمزه يا اخي. اتفضل اطلع بره. شكرا. ايه؟ هو ايه اللي ايه؟ بقول لك حبيت امها. متخلف. وبالنسبه للبنت ايه؟ بنت ايه؟ انا مالي واحنا قلنا حاجه؟ بعدين انت اللي اخترتيها لي. وانت اللي وديتني يا فالح. ما انا رحت ليه بقى؟ عشان اخلص من زنك. خليتيني عايز اخطب اي واحده وخلاص. زي الاهبل. انما انا حاليا ما بقتش اهبل. ليه بقى؟ لاني بدات اتريس. طب يا حبيبي دلوقتي عازمهم مصفاتهم ايه بقى؟ بنت امها ولا ام وبنتها؟ لا، ام وبنتها طبعا. ويا ريت من غير بنتها اصلا. نجوى ورحمة امك وابوك ما تفضحين. ها حبيبة قلبي. ايه ده؟ ايه ده؟ الفستان ده حلو قوي قوي. حلو قوي قوي قوي. اهلا. هاي شريف. هاي. هاي هاي حبيبتي، ازيك يا عروسة؟ اتفضلوا يا جماعة اتفضلوا. وكمان عازمها في بيتي. ها يا خالي ابن الكلب يا قذر. بس انتوا اتاخرتوا قوي كده ليه؟ ده انا قاعده مستنيه عشان اشوفكم. معلش اتاخرنا، اصل كنت في الشغل وبس انت ما كانتش قايله لي فضغطت عليا فقمت جيت. ايه ما كنتش تعرف؟ عادي جدا. امال احمد فين؟ فوق في اوضته مش عايز ينزل فما رضيتش اضغط عليه. هي اوضته فين؟ انا ممكن انده له. اتفضل. طبعا مش قادر تنزل عشان مش عايز تحط عينك في عيني بعد الحركه الزباله اللي انت عملتها.
لا 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 اطلاقا 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 يا بسنت. انا كنت على فكره مصمم دخولك معانا المشروع، بس هو دكتور فتحي قال ان العدد كان زياده شويه. وعلى فكره انت لسه ما تعرفنيش، انا شخص جدع جدا غير خلو الشيف. وانا الصراحه مش عارف ليه دكتور شريف دكتور فتحي قرر ان هو يعمل حاجه زي كده. انا كنت هتجنن وادخل معاك المشروع ده. تسرع يا ابني، ده انا كنت هاجل سفري عشانه. غبي انتي لسه مش حاسه اني مش حاسه بحاجات. جوزها ايه بس؟ دي نجوى مش شفتش جوزها اصلا في حياتها غير 3 4 5 مرات. المره اللي جابت فيها احمد بجد والله، اللي يشوف يخلص الست دي يعمل لها تمثال. حبيبتي يا نوجه. حبيبي على فكره احنا بجد يعني احنا عيله مخلصه جدا جدا. شريف لو سمحت ممكن حطي لنفسك يا حبيبتي يعني قصدي احط لمامي الاول وبعدين احط لك انت. طبعا يا استاذ شريف، مؤكد من اخر مره مشيت من عندنا مدام نجوى اخت حضرتك قالت لك ايه اللي وقعك في النسوان السهله دي؟ ايه ده؟ انت برضو على فكره الست دي كلامها كله غلط. نفس نظره المجتمع للست المطلقه نظره رخيصه. لا اله الا الله، انت عايزه ايه ستي؟ ما تخرصش. على فكره يا مدام انا فاكراكي كويس قوي المره اللي فاتت، ولو ما سكتيش هديكي بالقلم على قفاك وهطردك بره. تستاهلي، جايبه لنا الكلام اللي يسوى اللي ما يسواش. شتمتك شتيمه قذره. على فكره يا جماعه بهيره طيبه جدا، بس الظروف اللي هي مرت بيها انتوا عارفينها اتطلقت ازاي؟ مش وقته بهيره، لما ناخد على بعض هتبقى تحكي لكم. خلني مع الشغاله الارجنتينيه. النيجيريه. المهم ما علينا، قلت اعمل له كمين. اديتها اجازه ودخلت الاوضه نمت في سريرها وطفيت النور واستنيته لغايه ما دخل عليا وعمل اللي عمله. والغريبه ان هو ما عرفنيش. فتحت النور وبصيت له في وشه، بصيت جوه عينيه، طلع السواق. طب ما انت كده ظالمه الراجل، يعني اتطلقته ليه؟ ما هو دخل علينا قفشني مع السواق. لا 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 لا، قول لهم ان انت اللي استلمتها. خلاص ولو في حاجه كلمني. على فكره البيت ده بقى بتاع ابويا وامي الله يرحمهم، بس النجوى بتيجي هنا كل ما جوزها بيسافر، بس جوزها شغال قبطان بيسافر كتير وكده يعني. وانت بقى يا دكتور ما اتجوزتش لحد دلوقتي ليه؟ انا طبيب يا اخت رنا. وبسنت العيله الصغيره بقى. بسنت مين؟ مامي. تعالي حبيبتي. انا اتقلشت من البروجكت. ولا يهمك شريف، انا ما عنديش حاجه الاسبوع ده، تحب تيجي معايا الجونه؟ مش هينفع معلش، عشان عندي شغل الاسبوع ده جامد قوي. خلاص يا مامي هاجي معاكي لوحدي. بس انت في ايه؟ ما تصبري شويه، استني بالله. هاجي معاكوا طبعا. طب بص بقى، ما تحجزش في اي اوتيل، احنا عندنا البيت كبير، ممكن تيجي تقعد عندنا. ايه يا مامي في ايه؟ بتقول لك البيت كبير وينفع اقعد معاكوا كمان؟ خبطه بقى عشان خاطر. ايوه. وفيها ايه يعني يا رنا لما يقعد معاكم في بيت واحد؟ مهما كان ده خطيب بنتك. خطيبها ايه وزفت ايه؟ انت عبيطه يا بهيره، ده ما يتكلمش في الموضوع من اساسه. مش احسن ما يبقى من وراكي؟ مش احسن ما يلوف عليها وياخدها لعين السخنه ويضغط عليها فتستسلم فتفقد عذريتها؟ من ايه اللي خلاني اخدك معايا بهيره؟ انا واخده الاجازه دي بالعافيه عشان ارتاح منك. بونجور. ايه ده يا شريف؟ ايه ده؟ ايه الطيش ده؟ مامي انا هركب مع شريف. وانا هركب مع مامي. همشي وراكم ولا قدامكم؟ خليه يمشي قدامنا بدل ما يزوغ مننا ويخطفها ويطلع بيها على عين السخنه. اركبي يا بهيره. ساتر حد يدوس عليها. لو حد يدوس عليها دوت. بس ايه الراجل اللي بيقع كل ما نشوفه ده؟ انت بتلعب حاجه؟ ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده البيت حلو قوي على فكره. انا كنت خايف البيت ده يطلع وحش، كنت اروح اقعد في اوتيل على طول. حس كده بقى، انا اروح اجيب بقى باقي الشنط من العربيه. ده مش جاي اجازه يومين، ده جاي على اعاد حلوف.
الجونة؟ انت ايه؟ انت ايه؟ ما بتحسيش؟ ما تردي. ما يروحوا الجونة ولا يجوا الجونة، انت مالك؟ وبعدين انت صغير، ما تدخلش في حاجات الكبار. الصغار ده بسيبه يكبر. مش محاسب عليها على فكرة. دكتور فتحي موجود؟ اه بس هو في الحمام. استاذ حمزة لازم ترجع يا دكتور. يا ابني اروح اشق في الهند. انا مش عارف اشتغل من غيرها. يا سيدي رجعها، اعتبر انها رجعت. متشكر جدا. انت هتكلمها من هنا؟ انا اسف متشكر. لا يعني انا برضو عندي اصحاب كتير جدا عندهم صفات مشتركه. فيهم اللي بيرسموا زي بعض. فيهم اللي بيرقصوا زي بعض كمان. بيفكروا زي بعض. بس دي مش حاجه كويسه بالعكس. لازم اي اتنين يبقى في بينهم اختلاف لان هما في النهايه بيكملوا بعض. ايه اللي انا بقوله ده؟ مش عارفه. سبحان الله يا تسامح. بلدنا جميله قوي. اه والله جميله جدا. عارفه ايه اشهر الاحجار الكريمه عند المصريين؟ لا معرفش. حجر المعسل. آي! يلا نروح بقى. لا اخرنا. شوفي بيعملها كويس ازاي عشان فيرجن. احنا غلابة قوي يا بهيرة دلوقتي. احنا غلابة قوي يا بهيرة. مش كل شوية تقولي الرجالة مش كل حاجة يا بهيرة. اخرسي. الرجالة كل حاجة ونص كمان. ده كلام بس كده يعني بنضحك بيه على نفسنا عشان نحجمها نصبرها. عشان احنا لو سبناها تنطلق هتفضحنا. النفس برضو أمارة بالسوء يا بهيرة. سبحان الله البديع. ايه ده؟ انت اتجننت؟ ايه ده؟ انا اسف جدا. ايه يا رنا؟ انا اسف جدا والله ما خدتش بالي نهائي. يمكن عشان متنكره. نكره؟ نكره ازاي يعني؟ ايوه مش ده لبس تنكري؟ احنا في الجونه يا رنا. البس لك مايوه عشان تتبسط يعني؟ اهو ده كلام محترم. محترم؟ ما تتعصبيش قوي كده عشان العصبيه مش حلوه لبشره الستات الكبار اللي زيك. مامي مثلا. نعم. ايه الشنطه دي؟ مامي انا بس لازم اسافر دلوقتي. معلش سوري يا شريف. انا بس هسافر يومين اظبط المشروع بتاعي مع دكتور فتحي وبعد كده هاجي. مش هتاخر يعني. بصوا جايز الموضوع بالنسبه لكم يبقى تافه بس بجد المشروع ده هيفرق معايا قوي وانا عايزه اعمله. يومين ايه ومشروع ايه يا بنت الكلب انت؟ مامي يا جماعه يغور الصبح والواحد قايم سنجل. ومين سمعك؟ تعالي الحق يا بهيره بتقول لك عندها مشروع لازم تنزل مصر. لا مامي بيحكي لها بقى الموضوع ده بعدين. انا بجد متاخره ومش عايزه اتاخر اكتر من كده. انا شايف ان احنا كاباء لازم ندي ولادنا فرص اكبر من كده للتعليم. سافري يا حبيبتي. مامي موافقه. ميرسي يا شريف. انت خايفه انها تسافر فسيبنا لوحدها نقعد مع ايه ده؟ ايه ده؟ مع شريف. ها بس دي فرصه ان احنا نثبت له ان احنا مدامات لكن مش سهلين. يعني نقدر نقعد معاه تحت سقف بيت واحد من غير ما نضعف وان ضعفنا. ايه ده؟ ايه ده يا ولية يد؟ مش هنتعلق بيه. ايه يا بهيره اللي انت بتقوليه ده؟ شريف نازل يوصل بسنت. ايه؟ هما اتنين صغيرين مع بعض وخلينا احنا الكبار هنا. يلا اتكلي على الله. شريف انت هتسافر حافي؟ في الشنطه الشبشب ده الموزه. وبالنسبه لشنطك اللي مالي علينا البيت؟ الشنط مش كل حاجه رنا. في حاجه اسمها مشاعر. بيقول ايه ده؟ ما قالش ولا حاجه مفيده. ايه ده؟ لا بقى ما تقوليش انك عملتيها.
عطلت. تنازل؟ رايح المشروع. اديك سخنت تاني، عارف ليه؟ عشان ما خدتش البوسه في التوته. معلش انا اسف. طب تعالى هنا، خدها قبل ما تنزل. يا حبيبتي هي معايا في جيبي زي كل يوم، انا اروح الجامعه واحطها. شكرا. كلب خدش البوسه يا مامي، مش عايز يا مامي، وبعدين يرجع يسخن. ايه يا شريف؟ يا نجوى. لا 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 لا، دخلت امك دي عارفها. لا بطلي رغي يا نجوى. اسمع بقول لك ايه، يؤسفني اقول لك ان انا قفلت في وشك. خلاص نعمل ايه في الدنيا ده؟ بس انت عندها حق، مش معقول يعني الراجل يكون جاي امبارح نقوم نمشيه النهارده، ده حتى تبقى قله ذوق. ما يمشي ولا يغور وانا مالي. هو احنا يعني المطلوب مننا ان احنا نقعد مع راجل ما نعرفوش؟ احنا ب 100 راجل، خليه كده يفكر، مجرد يفكر انه يغتصبنا هيشوف انا هعمل معاه ايه. هتعملي في ايه بقى؟ هعمل حاجات كتير. هعمل ايه؟ الو؟ الو مدام بهيرة. لا يوسف، كنا اتقابلنا مرة عندك في المحل واشتريت حاجة وحسيت انك مش شايفاني خالص. انا استحالة، انا مفيش راجل قابلته في حياتي ان شاء الله في اشارة مرور اللي ما تذكرته جيدا وتفحصته جيدا. مين يا بهيرة؟ طب تسمحي لي ابعت لك بس في الاول صورتي عشان على الاقل تفتكريني. اتفضل. يا بنت المحظوظة. استني وريني وريني وريني. احلف احلف ان انت ده. قول والله العظيم يا بوبو بوبو هو ده انا اللي في الصورة. احلف. ولزومه ايه بقى الحلفان يا حبيبتي؟ ما انت هتشوفيني النهارده الساعة 9 إذا قبلت عزومتي على العشاء. مش الساعة 6 هتلاقيني موجودة، بس أنت ابعت لي عنوان بيتك. لا جيل البيت شوية، نتعرف على بعض الأول، خلي موضوع البيت ده بعدين. طب إيه رأيك بقى إنك قابل في مطعم في الزمالك أنا بحبه جدا جدا النهارده الساعة 9؟ اعتبرني موجودة من دلوقتي. بهيرة أكيد مش هتسافري، مش هتعملي زي بنت الكلب اللي سافرت وسابتني بعد ما صدقت خدت الأجازة. أقسم بالله هقتلك. إيه بقى؟ بهيرة اوعي تتأخري عليا، عشان في حاجات كتير قوي عايز احكي لك عني، وحاجات كتير عايز اعرفها عنك. بهيرة مش هتسافري صح؟ اسود ايه يا بهيرة وانت اول مره تقابليه؟ يا شيخه لا، قصير ياخد عنك فكره وحشه. معقول يا بهيرة هتغشيه من اولها؟ ما هو اكيد بعد كده هيشوفك ويعرف انك مش محجبه. وبعدين انت مش بتقولي انك شفتيه قبل كده؟ خليها على راحتها، هو اصلا لو اعجب بيها مش هيفرق معايا لابسه ايه. طب يا بهيره باي باي. طيب ماشي. رنا انت ليه ما اتجوزتيش بعد بابا بسنت؟ مش هتتعشي؟ ما بتعشاش. ايوه بهيرة. انت فين يا يوسف يا حبيبي؟ معلش انت اول ما تخش وتدور عليا مش هتعرف تلاقيني، لان انا الحمد لله التزمت. عجلة العربية فرقعت، رحت اغيرها، جات لي كريز الكلى، رحت المستشفى عشان يصلحوها لي. مستشفى ايه يا حبيبي؟ الف سلامة عليك. قولي عنوانها ايه وانا اجي لك حالا. لا 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 ما ينفعش، ده حتى حاجزيني في الاوضة وساحبين مني التليفون وقافلين عليا بالقفل. ان شاء الله اول ما اروح هكلمك واعوضها لك في نفس المحل ونتعشى احلى عشوه. انا بايته لحد ما تجيني، بس بالله عليك انا ليه عندك طلب؟ اكيد صوره سيلفي اظبط نفسي، قصدي اصبر نفسي بيها لحد ما اشوفك. نعم يا شريف. رنا هو
فين الريموت بتاع التكييف؟ هتلاقيه عندك جنب السرير. صح، تصدقي لقيته فعلا. طب بقول لك يا رنا، هو ال في فكره يعني في علبه كده تحت الريموت، مش عارف شكلها علبه مرهم ولا ايه العلبه دي؟ ده الكهربائي تلاقيه نسيها، كان جاي يصلح اللمبات. كهربائي. بقول لك يا رنا، هو الكهربائي ده خد كام؟ تصدق الواحد ساعات لسانه بيعجز عن الرد، انا مش عارفه ارد اقول لك ايه. شكرا. البنات في العياده قالوا لي انك لغيت كل المواعيد عشان في الجونه. جونه ليه يا شريف؟ وجونه ايه؟ وجونه ازاي؟ وجونه امتى؟ جونه ليه؟ ورا ام الصغنن. جونه ايه؟ ما كنتش عامل حسابي. جونا ازاي؟ بالعربية غبية. جونا امتى؟ مش موضوعنا. طيب يا شريف، حسب انك طلعت ورا ام الصغنن، ففكرة جونا لحد امتى دي مش هنقدر نحددها دلوقتي. بقول لك يا شوشو حبيبتي، انا قفلت في وشك. كيف جدا انك رجعتني مشروع تاني؟ عشان بس تعرفي ان انا شخص مش ناتي، انا اكبر كتير من سني. عندي 17 سنه بس، كل سنه منهم بعشر سنين لاي شخص عادي. انت عارف ان انا مكسوفه قوي من شريف، خليته يسافر معايا ويسيب الشغل في الاخر، سبته ورجع. هو لسه هناك؟ هو انت ايه اللي شدك لخلو شريف؟ شدني؟ لا مش للدرجات دي، هو لطيف فانا حبيت اكتشفه اكتر. يعني انتوا مش حاجه؟ بس انت وانا كشاب موبر؟ موبر جدا بصراحه. انا هكلم شريف. ده انا كنت ناسيك يا صغنن. الو، انا عارفه انك اكيد مش طايقني صح؟ ليه بس كده؟ يعني عشان لبستك في السفر وانا رجعت. لا 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 بالعكس، ده انا مبسوط جدا. بس انت برضو غريب، انت ولا كلمتني ولا بعتلي مسج من ساعه ما رجعت. معلش معلش يا بسبوسه، اصل رصيدي خلص، قلت استنى اسبوع كده لغايه ما اشحن واكلمك تاني. يا نهار اسود ومنيل، اقفل اقفل. سلام. السلام عليكم. الحمد لله. ازيك يا رنا؟
انا لفت نظري بس ان البيت كان محتاج يتوضب، فانا بدات باوضتك وهمشي بباقي الفيلا بقى كده. احسن البيت محتاج تنظف جامد جدا، خدي بالك. بقول لك ايه، على فكره احنا عندنا حاجات كتير قوي عايزه تتغسل. كلتي؟ ممكن انزل اعمل لك طبق مش واسلق لك عليهم بيضتين. اطلع بره اوضتي. هعمل لك طبق مش واسلق لك. اطلع بره اوضتي. هعمل لك طبق مش واسلق لك عليهم بيضتين. بره. يا شريف. رنا، انا عارف ان انت هنا ما عندكيش اي شغل طبعا، فكنت بسال يعني لو خارجه ممكن اجي معاكي. لا معلش يا شريف، مش هينفع، بس انا رايحه عند ناس انت ما تعرفهمش، وانا عارفه قد ايه انت بتتكسف، وبعدين انت مش جاهز وانا مستعجله. تمام، في مفيش حاجه، ما تتخضيش كده يعني. يجي ايه الموقف ده جنب اللي الواحد شافه في حياته؟ جنب ايه؟ جنب اللي الواحد شافه في حياته. لا انا عايزك تهدي خالص، مش حاجه. انا لبست اجي معاكي بقى. انا هروح اغير بسرعه واجي عشان شكلي كده وانا بجري عريت. ما جاوبتنيش يعني على سؤال امبارح. مالك مركزة قوي كده مع الراجل ده؟ ما هو ده الرد على السؤال. الهزق ده بابا بسنت. ومين اللي معاه دي؟ رودي مراته. طب ما لازم يسيب الكرانة يعني. طبعا بصراحة يعني انت لو نزلتي نازلة زي كده هيجيلك ديسك. وبعدين لما هي هنا بتعمل كده في البيت بتعمل ايه؟ رنا حبيبتي جيتي امتى؟ مش فارقة. طب قاعدة لغاية امتى؟ مش عارفة. ايوه باشمهندس، في حاجة؟ دكتور شريف صديق. وده لقب ولا صفة؟ صفة، لقب قبيل. يعني شريف قبيل صديق. أنت باكستاني؟ أيوة. دكتور شريف، دكتور تجميل. ياه، أنت وصلتي للدرجة دي؟ هاي. إيه ده رنا، ما عرفتكيش. أنت سخنانة شوية؟ مش حاطة مكياج، فيكي حاجة متغيرة. شكلك مش طبيعي. رودي، مرات حمزة. اتعرف عليها هنا. كانت مرات صاحبه. بس اتطلقوا لما أنا ظبطتها معاه. عارفه رنا، احنا كدكاتره التجميل عامه يعني بنعرف شغل بعض كويس جدا. يعني ده مثلا صدر محمد سامي، مناخير هاني زهران، شفايف رامي مسعد، سمانه سيد معوض. على فكره انا مش عامله ولا عمليه تجميل. رودي، ده دكتور تجميل، شكلك وحش. حمزه واللي مش عارف مين اللي عاملها، بس حلو. رنا ممكن كلمه؟ لا بليز بقى، ما تبقيش سخيفه. تستهبل يا حمزه، كل مره تشوفني فيها هنا تقولي اصلي بحبك ووحشتيني ومش قادر وكنت اهبل وعايزه ارجع لك وندمان واصلي برياله. عارف اللي غيظني ايه؟ ان انا فعلا كنت اخر مره بفكر ارجع لك.
انك يا ابن الكلب تتصل بيا ولا تعبرني لما نزلت بتليفون حتى ابدا. غصب عني والله. بعدين احنا هنمثل ولا ايه؟ انت جايه وعارفه ان انا هنا بالاماره سايبه التاتو بتاعنا باقي وحتى الروج اللي انا بحبه تويكس. رنا هو انا ممكن ابوسك من بقك؟ بس يا حمزه. طب ممكن احضنك من وسطك واحط خدي على التاتو؟ قلت بس. طيب انا لازم امشي امشي امشي. انت اللي كنت عايزني على فكره. طب هكلمك وهاجي لك. ها لما الصغنن رجع قاعد عندك بتعمل ايه يا مفضوح؟ بتعكس مامي. بقول لك يا شريف، انت شفت البنت عجبتك، شفت امها برضه عجبتك، انا رايي ما تتسرعش وتاخد قرار غير لما تشوف جدتها. انا ما جاتش في دماغي الجزئيه دي خالص. العيله دي اصلها كل ما بتكبر بتحلو. مامي بجد مش بحور عليكي، بصي بكتير قوي بكره ولا بعده هكون عندك. انا مش فاهمه انت ليه مهتمه بالمشروع ده قوي كده مع انك بليده. الموضوع مش موضوع مشروع قد ما هو موضوع كرامه. ولما انت عندك كرامه قوي كده جايبه لامك واحد ما تعرفوش يقعد معاها في البيت ليه؟ بصراحه انا مش عارفه ايه اللي خلاني جبته. عشان امك تلبس. فهمتكيش انت يا حمزه؟ ما فهمتش ايه بالظبط؟ هو احنا كده زي ما شفتنا؟ لا، ما انا شفت جزء فاتني كده لما جه وخدك على جنب، حاولت اسمع يعني بس ما عرفتش. ما فيش. عيله صغيره حبت واحد اكبر منها، فرحت ان عنده يخت، افتكرت الحياه كلها يخت، ما كانتش تعرف ان في 16 واحده هيركبوا معاها اليخت. يعني حمزه راجل بيحب الجواز كتير. بتحبيه؟ عايز يا شريف، اول راجل، الراجل الوحيد اللي عرفته. حمزه بتعمل عندك ايه؟ مفيش، زهقان بفكر اخرج من البيت. انا كمان زهقانه، ممكن استنيني اغير هدومي وانزل معاك؟ بقول لك يا حبيبتي بفكر اقعد في البيت. طيب بما انك بقى عايز تقعد في البيت تعالى عشان عايزاك جوه. يلا. مفيش مره تسيبيني عاوزك انا فيها يا رودي. حمزه من مستشفى البيت فوجئت بخبر غير سار، وفاة والدي. يخرب بيت حظك يا بهيرة. المهم يا بهيرة، أنا عايزك دلوقتي تروحي تقعدي في المحل بتاعك، ما تتحركيش منه نهائي. حاضر يا حبيبي، ربنا يهون عليك ويهون عليا. بس أنا عندي طلب صغير. ممكن تبعتلي تصبيرة؟ فهمتك يا شقايق. صورة ولا أغنية؟ صورة طبعا. حالا. طب معرفش تكلمني تقولي ولا نفضل مستنيه؟ طب شوفه كلمني. مالك يا رنا؟ في متعصبه ليه؟ الناس بتوع الصيدليه اغبياء جدا، مستنيه الراجل يجي يديني الحقنه. قال معرفش البوابه لف ورجع. طب ما اروح اجيبها لك انا. ما الحقنه نفسها عندي هنا، انا بس كنت مستنيه الراجل يجي يديها لي. حقنه ايه دي اصلا؟ انت بتاخدي حقنه ليه؟ فيتامين. كل العصبيه دي عشان فيتامين شعر؟ بس شعري في الفترة الأخيرة بدأ يخف. ما هو من السن يا رنا. بهزر معاكي. طب ما أنا ممكن أديها لك. لا طبعًا أكيد مش هتديني الحقنة يعني. أنا مش فاهم يعني أنت ليه مصممة إن أنا مش دكتور؟ إيه ده؟ دي عضلة يا رنا. عندك سرنجة؟ هو أنت ما بتدينيش الحقنة ليه؟ اديتها لك تقريبًا من ربع ساعة بالظبط. يلا البسي بقى ما توقفلناش كده. برافو، ايدك خفيفة. وانت قلت انت بتشتغل ايه؟ حرامي، بمناسبة يعني ان ايدي خفيفة وكده.
بونسوار. ايه ده حمزه؟ ومالك جاي من هنا زي الحراميه كده؟ متاسف ما كنتش عارف انك عازمه الدكتور. لا يا حبيبي انا مش عازمه الدكتور، الدكتور شريف مقيم. هو انت شريف قبيل ولا شريف صديق ولا شريف مقيم؟ ومقيم هنا بقى بمناسبه ايه ان شاء الله؟ لا يا حبيبي الكلام ده تروح تساله لمراتك هناك، انما هنا تيجي باحترامك وتعامل ضيوفي باحترام. يا جماعه استهدوا بالله بس، استاذ حمزه حضرتك فاهم غلط تماما. انت ايه اللي دخلك بينا؟ اتنين بيتكلموا مع بعض، انت مالك؟ انا اسف يا رنا، كنتش يعني عايز اعمل مشكله بسببي. ممكن اعرف انت ليه بتعامليني بالطريقه دي؟ انت عارف ليه كويس. ما تدينيش الوش الكئيب ده، كفايه البومه اللي عندي في البيت. تستاهل، انت اللي بتحب الرمم. بليز يا رنا من فضلك ما تتكلميش وحش على رودي، انا ما بحبش حد يتكلم على حد وهو مش موجود. يعني هي لما بتقول عليك انت كبيره في السن انا بزعق لها. اهبل، هتعيش وتموت اهبل. وحشتيني فعلا. وحياه رنا عندي. ملوش لازمه الكلام ده، روح لمراتك تلاقيك جاي من وراها اصلا. طبعا جاي من وراها، بس انا كنت هموت عشان اشوفك. والله اغني لك الاغنيه اللي انت بتحبيها. لا شكرا. البحر سمكه سمكه بتزق سمكه سمكه على الشط واقف واقف صياد بشبكه. بس يا حمزة انا مش طايقاك اصلا. طيب فاكرة آخر مرة شربنا فيها حشيش؟ اشمعنى؟ فاكرة ولا مش فاكرة؟ أيوة أفتكر قبل ما أخلف بسنت. طب فاكرة لما بس يا حمزة أرجوك. طب إيه رأيك في المفاجأة دي؟ أنت أكيد بتهرج. ليه؟ هنشربهم سوا دلوقتي؟ لا طبعًا. وبعدين أنت ناسي إن في واحد هنا. آه صحيح. مين ده؟ ما أنا قلت لك دكتور شريف. عرفت إنه زفت. بيهبب ايه هنا؟ مالكش دعوه على فكره. مش عاوز زر؟ ايه؟ معرفة بنتك. الشحط ده صاحب بنت انا؟ وانت عارفه وساكته؟ ايه لغيتيني؟ اولا انا ما قلتش مصاحبها. ثانيا انت تعرف ايه عن بنتك؟ ها؟ تعرف عايشه ازاي؟ بتاكل ايه؟ بتشرب ايه؟ قال مصاحبها قال. طب وهي فين بسنت دلوقتي؟ ما انا قلت لك سافرت مصر عشان عندها حاجه ورجعت تاني. امال مين اللي ماشي هناك دي؟ تعشى سوا بكرة؟ هعدي عليك الساعة 9 وخلي دول معاك هنشربهم سوا. وايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ معلش انا بس كنت شغال على موضوع كده في المشروع. خدت اللبوسه في التوته؟ عن ابو اللبوسه على ابو التوته على انا كويس انا كويس. مش سخن خالص الحمد لله. ده المشروع اللي بتشتغل عليه؟ انت ليه بترسم مرات خالك؟ فهمني ليه بترسم مرات خالك؟ عشان هي مش مراته. مش مراته. لا مراته ولا خطيبته ولا هو يعرفها ولا هي تعرفه. الموضوع كله انت رحتي شاورتي له عليها. انت لما كنتش دخلتيه حياتي ما كانش كل ده حصل. هو ايه اللي حصل ودخلتيه حياتي؟ وايه الطريقه اللي بتكلمني بيها دي؟ وبتدخل نفسك في مواضيع الكبار ليه اصلا؟ عشان ما بقتش صغير. ولا عايز تكلمني في موضوع كبير وصغير فالكبار هم اللي دخلوا في حياتي انا، حياتي بص يا امي عشان اتخنقت. انا لو بسمع كلامك فعشان انا عاوز اريحك وعشان انت امي اللي انا بحبها وبحترمها ومش عاوز ازعلها. وده اكبر دليل ان انا مش اناني. انما انت انانيه. انا احمد جدا. مش ذنبي على فكره ان جوزك سابك طول العمر ومسافر. فعايزه تثبتي لي انك زوجه كويسه.
عشان لما يرجع يقول لي برافو برافو يا نجوى ربيت ولاد كويس، تقومي عشان تكسبي حياتك تخسريني حياتي انا، كاني فرط وقرب او طفل عنده سنتين. حتى البنت اللي انا بحبها روحت كنت عاوزه تخطبيها لاخوكي. على فكره مش هتبقى كبير وانت بتزعق لامك بالشكل ده. انا ما زعقتش خالص. انت بس اللي مش عايزه تسمعي الكلام ده. اخر حاجه كنت اتوقعها اني الاقيك بقيت هنا. انا كنت ماشي فعلا بس افتكرت ان عربيتي بايظه فكلمت التوكيل وقالوا لي هيبعتوا لي حد في خلال شهر. هو ما تزعلش على امبارح، انا ما كنتش اقصد، اصل حمزه بيعصبني جدا. ما تظلميش حمزه ولا غيره، انت طبعك زباله يا رنا. ايه ده؟ ايوه متنرفزه ومتعصبه طول الوقت كده متنشنه، عارفه اللي هو انت عامله لنا مشاكل كتير قوي على فكره. بس النهارده انا مش متعصبه، النهارده كده كده. ايه كده دي؟ ما فهمتش. ضعفت كالعاده وهخرج معاه بالليل. الستات هبل على فكره، بكلمه يكرهوك وبكلمه يحبوك. انت في موضوع حمزه ده عامله زي العيل الصغير اللي كل ما حد يقرب له يجري يستخبى في بيتهم. حمزه بالنسبه لك زي فكره بيتكم بالظبط. انت بتخافي تدخلي في اي علاقه جديده يا رنا، بتخافي من اي حد جديد فبتتحامي فيه. يا نهار اسود ومنيل، الوليه هتروح مني. قالوا بتلبس له وبتستحمى له ايه؟ روح يا رنا، اله الدولاب كله يولع في وشك تبعيد. شهندة يا شهندة، الحمد لله تمام، انت عامله ايه؟ كويسه؟ فاكره الحفله اللي قابلتك فيها؟ تعرفي بقى راجل كان في الحفله دي اسمه حمزه؟ ايوه ايوه. تعرفي بقى مراته؟ رودي. عارفه يا رودي؟ لو الموضوع مشي مع الجماعه اللي انا رايح اقابلهم النهارده هعمل لك مفاجاه هتغير لك حياتك كلها. بجد يا موزه؟ ايه هي؟ ما تقاطعيش بقى يا رودي، انت كل حاجه تقاطعي فيها بتبوظ. حاضر. الو؟ الو مدام رودي؟ ايوه. انا فاعل خير، هو الاستاذ حمزه متعود دايما يتشيك الشياكه الفظيعه دي؟ ده ريحه برفان امه طالعه من السماعه هنا. اتمنى بقى حضرتك تتحري الدقه في الموضوع ده. سلام عليكم. واحدة زي تعمل في نفسها كده ليه وتهزق نفسها؟ في ايه يا رنا مالك؟ مش مهم. بتشرب حشيش؟ ايه ده؟ ايه القرف ده؟ لا طبعا، قسما بالله عمري ما دقت. بتشرب معايا؟ صباح العسل.
الو بونجور يا مزه. بونجور. بصي بقى قبل ما تهزقيني، بكره لو خلصت هكون عندك. الو مامي سامعيني؟ سامعاك يا باسانت. قولي لي بقى مبسوطه عندك؟ يا نهار اسود يا نهار اسود. فشخنا البيت. ده انا ضحكت ضحك امبارح. ارجوك ما تجيبش سيره امبارح. فرصتك امبارح وانت اللي ضيعتها. طب سيبيني بس، سيبيني اشرح لك ايه اللي حصل. ايه ده؟ ايه ده؟ بيبي. بقول لك ايه يا حمزه؟ رنا وقعت الطماطم. انت مش غلطان. انا اللي استاهل ضرب الجزمه. مراتك زمان صاحبني دلوقتي. عايز تخرج معايا من ورا مراتك. يلعب كده. انت امبارح خلتني احس اوسخ احساس في حياتي. ولو عندك دم ومش عايزني هزقك قدام الراجل اتفضل اطلع بره. ولا تتصل بيا يا حمزه ولا ليك دعوه بيا من هنا ورايح. ولو شفتني في حته وجيت سلمت عليا هزقك قدام الناس. واتفضل اطلع بره. بره! يا نهار اسود ده شكله خبط عربيتي. يا حمزه شو طيشت؟ ممكن توديني المارينا بس اخد المركب بتاعتي؟ انت ما عايز توصلني بعربيتك؟ انا تعب اوصلك. شفت ازاي طردتني قدامك؟ طب عربيه الناس اللي اتخبطت. يلا تعالى نلحق نهرب نعمل اي حاجه. شبشب عشان ما توسخليش المركب وتعالى ورايا. يا عم شبشب ايه وزفت ايه؟ قلت لي وصلني وصلتك، عايز ايه تاني بقى مني يا حمزه؟ مش قادر اقعد لوحدي، اصلك ما شفتش اللي حصل. شفتش ايه يا حمزه؟ انا كنت معاك على فكره. انا مشروخ من جوه يا شريف، مشروخ مش قادر اخد نفسي، مش قادر. بصراحه حمزه بقى انا لو منك انهي الموضوع ده تماما يعني. انت يا اخي قابل على نفسك التهزيل ده كله ليه؟ كل ده عشان مين يعني وعشان ايه؟ عشان دي بابا تغني. اعمل لك ايه طيب عشان تبطل عياط؟ اشوط لنا البنات دول. انت فيها ولا فيها يا اخي؟ هونها هون هون يا مهون هون على طول. يا جماعة
جماعه احنا ما عندناش وقت خالص، ما عندناش وقت خالص، في ناس كتير قوي مش مركزه. هو مين مش مركز يا احمد؟ انا اللي مش عارف اركز خالص. احمد انت بتضحكني جدا. طب دي بدايه عظيمه. ما بتغنيش معاهم ليه؟ صوتي وحش بجد؟ مالك مستغرب كده ليه؟ كان الناس كلها المفروض ان يبقى صوتها حلو. لا لا، اصل انا صوتي حلو جدا، فعادي يعني، متوقع الناس كلها يكون صوتها حلو. وما بتغنيش معاهم ليه؟ لا لا يا بصمت، انا ما ينفعش اغني هنا، انا القائد هنا، خد عمري اغني، لو غنى كل حاجه تبوظ. يعني تخليه مثلا لو عبد الناصر غنى في ثوره 52 او السادات في حرب 73. ضحكتك حلوه قوي على فكره. ميرسي. اكتر احساس بيوجع احساس البوم فيس. ليه البوم فيس ده يا بهي؟ يعني ان قلبك يعمل بوم وبعدين فجاه يعمل فيس. ايه طلع لعبي؟ ما طلعش حاجه خالص، انا نفسي يطلع اي حاجه. حبيبي منظور من ساعة ما كلمني في التليفون وركبته أمراض الدنيا كلها. طب بقول لك ايه، ما تجيلي عليا الطلاق بالساعات، ما متحركة من مكاني غير لما اشوف. تعالي انتي، انتي بتعملي ايه عندك؟ انا قاعدة بعمل بلاوي هنا يا بهيرة، بهب الهبة الغريب. النهاردة حمزة عمل فيا موقف وحش، لو عرفتيها تديني بالجزمة. بس حصلت حاجة تانية كده ما فهمتهاش، بس هفهمها. بتحبني يا شريف؟ ايه ده؟ ايه السؤال الغريب ده يا عم انت؟ لا طبعا ما بحبكش، وانا اعرفك منين؟ انت جدع قوي. وانت طيب قوي. انت ماي برو يا شريف. انا من النهارده قررت اديك لقب ماي برو، يعني اخويا. عشان كده عاوزك تساعدني وتقول لي ازاي اقدر ارجع رنا. ايه؟ سيبها تحب حد تاني يا حمزة عشان تندم وتعرف ان هي ضيعت جوهرة. انا غلطان اني بتكلم معاك. تقعدين وين؟ مش عايزة اشرب، عايزة ابقى فايقة مركزة. الأوفر ده. قولوا له أنا برضه ساعات بحلق، مرة بعاني مرة بزيد عيني، نسينا على حاله كل الأوقات، ده تعبني أوي طلعيني. بقول لك يا شريف، إيه رأيك أنا أنفخ الدخان وأنت تمشي عليه؟ يا سلام يا أختي، افرضي أنت بقى طفيت السيجارة مرة واحدة، أنا بقى. لا حلو. طب بقول لك يا شريف، هو احنا ازاي جينا هنا بعربيتك وصلت حمزه بعربيتك مع ان عربيتك بايظه؟ ها؟ ما اتصلحت. انا شفتك وانت بتصلحها. انا؟ ايوه صح، انا فعلا صلحتها. طب انا يا رنا مش هستنى التوكيل شهر. طب ما صلحتهاش ليه ساعه بسنت؟ ما انا ساعتها يا رنا ما كنتش عارف اصلحها بصراحه، بس بعدها دخلت على الانترنت وذاكرت واجتهدت وفلحت ونجحت. اكتشفت حاجة مهمة جدا بقى رنا، اكتشاف خطير جدا على فكرة، ان الميكانيكا سنس مش حاجة تانية، فصلحتها بسنسي. احلف. من غير ما احلف يا رنا. صدقتك. قولوا له انا برضه ساعات فاكر شفنا وقعت من هنا؟ على فكره بقى انا وقعت نفس الوقعه دي 3 مرات بس ما حدش فيكم شافني. شريف، هو انت ليه ولا مره جبت لي سيره بسنت؟
عشان عمري ما افتكرت اجيب سيرتها. مش فاهم، هي مش في دماغك، انت بتتسلى. مش في دماغي اه، انما اتسلى دي لا، عشان اصلا مفيش حاجه بيني وبينها. وانا بسال نفسي ايه اللي يخلي دكتور زيك يجي ورا عيله صغيره الجونه هي وامها؟ انا جيت ورا عيله صغيره وامها عشان خاطرك انتي. مكانش ينفع بقعدت عمري كله ادور على واحده احبها ويوم ما الاقيها ما اعملش كل حاجه عشان تحس بيا. ما اقدرش ما اقفش في طريقها اشاور لها عشان تديني فرصه اخليها تحبني، خصوصا لما بقى اتعرفت عليها في دخل غلط بسبب اختي نجوى الله يسامحها. رنا انا بحبك وعايز اتجوزك. مش اطلع بره رنا، اقسم بالله ما اطلع بره، اطلع بره، بقولك اطلع بره. مالك؟ هنام هنا، مش عايز اروح. ليه يا حبيبي؟ في حاجة؟ بعدين بعدين. طب تعالى. طب نام شوية ولا بتصحى نتكلم؟ هتاكلي؟ في حاجة غريبة، شريف بعت لي مسج بيقول لي مفيش حاجة بينا. وانتي مضايقة؟ لا طبعا، لأن مفيش حاجة فعلا. من يعشق العز لا يرنو لغانية في رونق الصفو ما يغني عن الكدر. ما كل نسل الفتى تزكو مغارسه
قد يفجع العود بالأوراق والثمر. الشريف الرضي حياتي. مدام بتعملي كده يبقى أكيد عاوزة حاجة. رودي، أنا قلتلك 100 مرة قبل كده أنا محبش أخلف من واحدة غير رنا، ولما أموت محدش هيورثني غير رنا وبسنت، وعارفة كويس قوي إن أي واحدة اتجوزتني مخدتش مني أي حاجة. وبعدين بتكرري الموضوع ده كتير يا رودي، يعني طماعة، وأنا مش بحب الطماعين. أنت طالق ده بجد؟ قفل العربية وخلي كل حاجة فيها زي ما هي. تعالي يا بهير. انت بتعيطي ليه؟ ما سألتش الأول. ما جيش. وانتي؟ زعلانة منك. ليه؟ عشان ما حكيتليش على اللي حصل، ولما سألتك رجعتي ليه كدبتي عليا. هو ايه اللي حصل؟ مامي طنط فهيرة حكيتلي عليا كل حاجة. على فكرة شريك مش في دماغي أصلا، ايه الحوار يعني؟ كل ده عشان انتي تعرفتي عليه عن طريقي؟ فيها ايه يعني حتى لو عاجبك؟ ايه المشكلة يعني؟ ايه الهبل اللي انتي بتقوليه ده؟ فيها ايه يا رنا؟ فيها ايه لو هو مش فارق معاها؟ فيها ايه لما انت تكملي عادي معايا وانك انتوا تبصوا؟ انت تخرطي خالص عشان انا وانت لينا كلام لوحدنا. ايه ده؟ فسألت حبيبتي ازيك يا روحي؟ ازيك يا روحي؟ ازيك ازيك اهو عشان ما تقوليش ان انا بفتكرك بس بالجونه. ازيك يا رنا؟ ازيك يا بهيره؟ جاي ليه يا حمزه؟ انا طلقت رودي وجيت عشان ارجع معاكي انت وبسنت زي زمان. بجد يا بابي؟ بسنت، بسنت ادخلي جوه. مامي ادخلي، خدي بهيره معاكي. جاي اعمل فيها مسكين قدام بسنت؟ نفسي ارجع لك ونعيش مع بعض زي زمان انا وانتي وبسنت. مش هينفع، انت عملت حاجات كتير خلت الموضوع بقى معقد، بقى مقرف. بليز يا رنا بقى انسي الحاجات الوحشه وافتكري الحاجات الحلوه. مش عارفه انسى، كل ما اجي انسى ابص في وشك افتكر كل حاجه. امشي يا حمزه، امشي وما تجيش هنا تاني. يعني بات فين انا؟ وانا مال امي؟ ما بات في اي حته. Thank you.
لقيتش حد افضفض معاه غيرك يا برو. انت ما عندكش مانع اقعد معاك هنا مش كده؟ هنا فين يعني؟ في القاهرة؟ لا انا ما عنديش بيت في القاهرة يا برو، انت عارف انا بيتي هناك في الجونة عشان ابقى جنبها. خليك جدع حبيبي يا برو. تفتكر انا جاي ليه؟ عشان تتأسف. على ايه؟ انت مصدق نفسك وانت بتسأل على ايه؟ بص يا رنا، انت بتقولي اي حاجة عشان تبعديني عن الموضوع الأساسي، وانا مش همشي بدماغك عشان تشديني الموضوع في سنة، لانك اكتر واحدة عارفة ان مفيش حاجة بيني وبينها اصلا. ولا في حاجة بيني وبينك. انت عارف انا شايفاك ازاي دلوقتي؟ واحد بيتعامل مع الناس اللي قدامه كلهم على انهم لعب، ومستني انهم كلهم في الاخر يعملوا اللي هو عايزه. كدابة. الواحد لما يعوز يهرب من حاجة بيخترع كدبة عشان تبقى هي الشماعة. الحقيقة بقى اللي أنا قلتها لك في الأول، إنك جبانة وفعلا بتخاف تخش في أي علاقة جديدة. مش يا شريف، ماشي والله العظيم ماشي. هتفضلي طول النهار عاملة وشك كده؟ اختك مستنياك جوه، انا عملت لها شاي وحضر لك الغداء. عملت لك ملوخيه ورز فراخ محمره بطاطس محمره كمان على حسابي. شيرنج سكيرنج. جرى ايه يا ابني؟ فينك؟ ولا حس ولا خبر من ساعه ما كنت عندي، ولا بترد على تليفونات، فيك ايه؟ طمني. مفيش حاجه يا نجوى، انا تمام. تمام؟ تمام ده ايه؟ ده انت حالك كله متشقلب، ده حتى البنت اللي رحنا نخطبها لك حبيت امها. بص يا شيرو، اوعى تكون فاكر ان انا معترضه على موضوع مامتها، بالعكس الست كيوت ولايقه عليك، اما بقى بالنسبه لبنتها فدي اللي مش لايقه عليك خالص خالص. حقك، الاقربون اولى بالمعروف. بتقول حاجه؟ لا يا حاجتي، بقول اني مش قادر اتكلم يا نجوى، والله ما قادر اتكلم. ماشي يا شريف، اما تبقى عايز تتكلم يبقى كلمني. انت محسس ان انا رغايه بتكلم عمال على بطال، مش مديني فرصه اتفاهم معاك حتى ولا فضفض عن نفسي ولا. مع السلامه يا حبيبتي، طمني عليك لما توصلي. انت بتطردني؟ اوكي يلا تعالي تعالي، خلاص خدي شنطتك. يلا يلا خدي الشنطه. بره. شكرا على النصيحة. يلا اوكي ماشي. اوكي وبقى موزة. موزة؟ انت قلت لها ان اسمك موزة؟ كده حمزة. طب دي حاجة حلوة ولا وحشة يعني؟ افرح ولا ازعل؟ يا ابني والله العظيم ما كان في موضوع اصلا. يا جماعه اعمل لكم ايه يعني عشان تصدقوا؟ بطل عبط يالا. انت بقى ما قلتلهاش ليه انك بتحبها؟ مش كل الناس عندها نفس القدرات. تساعدني اقول لها بحبك؟ من يوم شمس وما غابت عني عيني ما شافت النور، بمشي وبرجع نفس مكاني مهما بلف وادور، احساس بالعجز بيخنقني متكتف مسجون زي الطير اللي بيتمنى يطير بجناح مكسور. شايفه يفوق السلام ايديك
بعده انا مش عارف اموت والناس حواليا بتتكلم وانا مش سامع صوت زي ما كنت انسان من شمعة تشوف وتقول انسان ممكن تبقى ملامحه بتضحك شكرا قوي ان لما كلمتكم جيتم النهاردة عشان في موضوع مهم كده عاوز اخد رأيكم فيه. ماما خلو الشيف طنط رنا طنط بهيري اللي انا مش فاهم هي جات لي النهاردة الصراحة بس كان لازم اوريكم المشروع قبل ما اعرضه بكرة عشان في احتمال كبير قوي اترفض بسببه. دي اللوحة لما ابتدينا الشغل على اللوحة دي محدش كان فاهم انا بعمل ايه غير يعني اكيد بس في الاخر طلعت زي ما انا عاوز. معلش بس ممكن كله يمسك الموبايلات ممكن كله يصور اللوحة شقلب التليفونات اللوحة دي مكتوب عليها بحبك يا بسنت كان نفسي اكتب قوي بس مفيش مكان بعض القوانين ضلال وبعض المخالفات حلال والواقع لا بد منه لا رائحة للخيال يعني متحبين أنا يا شريف يا قبيل يا صديق يا اللي عملتك برو وطلعت ند أنت عرفت؟ أيوة انت بتحبها يا حمزه وانا كمان على فكره عادي حمزه بص بجد ما بقاش في برو يا حمزه والله يعني مثلا خد حاجتك واطلع بره يا حمزه شفت انا طلعت اجدع منك وجيت ازاي؟ حبيبي يا حبيبي باركت العروسه؟ روني تاني يا برو يا لذينة يا مجنون
كلمة صدقني مفيش قبلك ولا بعدك ولا الدنيا دي تلزمني ولا تتعش في يوم غير ليك ولو يخلص في يوم عمري ما يغلاش عمري كله عليك بحبك لو هقولها لك بقيت أيام ما يكفيش سنين بحلم تكون جنبي قصاد عيني وما تسيبنيش ياريت ينفع أعيش عمرين في حضنك عمري ما يقضيش في حضنك عمري ما يقضيش يبقى ناقص قصادي ملا انا شايفك قصادي ملا